السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيك حبيتي في فيديو جديد من قناة فن وحس، ومعاكم مع صبري. النهاردة إن شاء الله هنعمل المفرش ده تكرار سطر واحد بس لكل الناس المبتدئة اللي عايز يعمل مفرش سفرة أو مفرش صغير أو مفرش للركنة أو أي مفرش بنفس النمط ده. هتعمليه لغاية ما يبقى إن شاء الله 2 3 متر. كل المبتدئين تكرار سطر واحد بس. نبتدي بسم الله. تقدري تشتغلي بخيط اكريليك زي ما انا شغاله، او تشتغلي بخيط قطن ليزا كوتون جولد، او بهيمالايا، او اي خيط ان شاء الله مصر البيضاء، اي خيط متاح عندك هتقدري تعملي المفرش ده. في مفرش تاني احنا عاملينه نفس الفكره بس على يعني وحده صغننه، وعاملينه وحدات، فهنعمل ده وهنعمل ده لكل الناس اللي حابين. بسم الله. هستخدم خيط ناكو فيزون، اوكي، بحب ان الخيط ده لذيذ كده. ده خيط المية جرام، عبارة عن 195 متر، هو لحد ما متوسط السمك، اوكي. وهستخدم معاه، نجرب برضو ابرة رقم 4 مليمتر. هعمل عقدة بداية وهعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 سلاسل. هدخل في اول سلسلة انا عملتها واقفل بغرزة منزلقة، شد كده سطر رقم واحد، اكتب لكم رقم السطر هنا. هعمل 3 سلاسل، 1 2 3. هاخد لفة، وجوه الحلقة دي همسك الخيط ده معايا عشان يختفي كده واحنا شغالين، واخد لفة لفة واخرج من الحلقتين واسيب التالتة على الابرة. هاخد لفة وادخل جوه الحلقة، هاخد لفة واخرج، لف واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابرة، لفة واطلع من ال3 حلقات كلهم سوا. هعمل 1 2 3 سلسلة واخد لفة جوه الفراغ نفسه، هاخد لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين، لفة وادخل في الحلقة، لفة واخرج من حلقتين واسيب التالتة على الابرة، لفة وادخل جوه الحلقة، لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين، معايا 4 حلقات على الابرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم سوا. 2 سلسلة، وهاخد لفة وادخل جوه الحلقة نفسها، واعمل برضو حلقة عمود وقفله قفلة واحدة، عمود وقفله قفلة واحدة، عمود وقفله قفلة واحدة، الفتلة دي للخمالي، لفة واطلع من ال4 حلقات كلهم سوا. 3 سلاسل، 1 2 3، لفة وادخل في نفس الحلقة دي كبيرة، واعمل عمود واقفله قفلة واحدة، عمود واقفله قفلة واحدة، عمود واقفله قفلة واحدة، لفة واخرج من ال4 حلقات، هعمل 2 سلسلة وهكذا. يبقى هعمل اللي هما ال3 أعمدة المجمعين من اعلى دول، مرة بين ال3 والال3، من مجموعة لمجموعة 3 سلاسل، وبين المجموعة لمجموعة 3 سلسلتين، 3 سلاسل سلسلتين، 3 سلاسل سلسلتين، وهكذا لغاية ما يبقوا عندي 8 مجموعات. اخر السطر عملت 2 سلسلة، وهدخل هنا في فوق التجمع بتاع الاعمدة ده، وهعمل اقفل بغرزة منزلقة. تمام. كل دور هتعملي اللي انا هعمله دلوقتي ده، هدخل يعني هقفل كده وادخل في اول فراغ واعمل منزلقة. تمام. هكتب بس السطر رقم 2، احنا معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 مجموعات. 3 سلسلة، لفة وفي الفراغ نفسه عمود واقفله قفلة واحدة، سيب التانية على الابرة، لفة وادخل في الفراغ، لفة واخرج، لفة واخرج من حلقتين وسيب التالتة على الابرة، لفة واطلع من 3 حلقات كلهم سوا. 1 2 3 سلسلة، في نفس الفراغ هعمل عمود واقفله قفلة واحدة، عمود واقفله قفلة واحدة، عمود واقفله قفلة واحدة، لفة واطلع من ال4 حلقات كلهم سوا. 2 سلسلة، في الفراغ اللي هو الصغير ده هعمل 3 أعمدة، ادي 1 2 3. 2 سلسلة، في الفراغ اللي بعده هعمل عمود واقفله قفلة، عمود واقفله قفلة، عمود واقفله قفلة، لفة واطلع من 3 حلقات، من 4 حلقات، 3 سلاسل، وعمود واقفله قفلة، عمود واقفله قفلة، عمود واقفله قفلة، لفة واطلع من 4 حلقات، 2 سلسلة،
في الفراغ الصغير ده هعمل 3 أعمدة، 1 2 3، 2 سلسلة. وفي الفراغ اللي هنا هكرر نفس المجموعة دي، يبقى أنا هعمل مرة 3 أعمدة متجمعين مع بعضيهم، 3 سلاسل، 3 أعمدة في نفس الفراغ، في الفراغ اللي 2 سلسلة، الفراغ اللي بعده 3 سلاسل، 3 أعمدة، 2 سلسلة، في الفراغ اللي بعده 3 أعمدة متجمعين من أعلى، 3 سلاسل، 3 أعمدة متجمعين من أعلى، 2 سلسلة، في الفراغ اللي بعده 3 أعمدة، وهنا هيبقى نفس المجموعة دي. آخر السطر عملت 3 أعمدة، أوعي تنسيهم عشان أنا كنت نسيتهم. 2 سلسلة وهقفل في تجمع بتاع الأعمدة، بصي في الحلقة اللي فوقيهم دي، وهعمل بغرزة منزلقة زي ما قلت لك، كل دور هروح داخلة في الفراغ وعاملة منزلقة. كل دور هبدأ نفس البداية اللي هي 3 سلاسل، عمود في الفراغ وأقفل قفلة واحدة، عمود في نفس الفراغ وأقفل قفلة واحدة، لفة واطلع من 3 حلقات كلهم سوا، 3 سلاسل، 3 أعمدة برضو متجمعين في نفس الفراغ، عمود وقفله قفلة واحدة، عمود وقفله قفلة واحدة، وعمود وقفله قفلة واحدة، لفة واطلع من 4 حلقات كلهم سوا، 2 سلسلة، في الفراغ ده اللي هو قبل الأعمدة هعمل 2 عمود، ادي 1 2، فوق العمود الأولاني هعمل عمود، فوق العمود التاني هعمل عمود، فوق العمود رقم 3 هعمل عمود، عمودين في الفراغ اللي بعد الأعمدة على طول، ادي 1 2 كده، كان عندي 3 أعمدة بقى عندي 2 4 6 7 أعمدة، 2 سلسلة، في الفراغ ده هعمل عمود واقفله قفلة واحدة، عمود واقفله قفلة واحدة، عمود واقفله قفلة واحدة، لف واطلع من 3 حلقات 3 سلاسل في نفس الفراغ، عمود واقفله قفله واحده، عمود واقفله قفله واحده، عمود واقفله قفله واحده، لفه واطلع من 4 حلقات 2 سلسله، عمودين قبل الاعمده، عمود فوق اول عمود، عمود فوق تاني عمود، عمود فوق تالت عمود، عمودين بعد الاعمده على طول، و2 سلسلة، وهنعمل هنا مجموعة جديدة وهكذا. اخر السطر اوعي تنسي، بصي بتحسي ان دول لازقين في بعض كده، اوعي تنسي العمودين اللي هنا عشان يفرق معاكي في الشكل كتير، وتسألي نفسك ايه اللي حصل، ايه اللي غلط اللي عندي، اهو اوعي تشوفي في نفسك. 2 سلسلة وتطبقي هنا في اول مجموعة هنا بغرزة منزلقة، هنعمل منزلقة على طول جوه الفراغ، وده شكل السطر رقم 3. كل اللي انت هتعمليه بعد كده هتفضلي تكرري اهي كده، اهي هتفضلي تكرري في الحتة الجزئيات دي. هعمل 3 سلسلة وعمود وقفل قفلة واحدة، عمود وقفل قفلة واحدة. طب اقول لكم على حاجة، ما تيجي نجرب 2 سلسلة، حاسة ان هي مش هتبقى كيرف قوي كده، 2 سلسلة افضل، 2 سلسلة وعمود وقفل قفلة واحدة، وعمود وقفله قفلة واحدة، ولفة واطلع من 3 حلقات 3 سلاسل، لفة وادخل في نفس الفراغ، وعمود واقفله قفلة واحدة، وعمود واقفله قفلة واحدة، وعمود واقفله قفلة واحدة، لفة واطلع من 4 حلقات كلهم سوا، 2 سلسلة، في الفراغ ده هعمل 2 عمود، عمود فوق العمود الاولاني، هعمل بقى عمود فوق كل عمود من 7، عمود فوق العمود الثاني، عمود فوق العمود الثالث، عمود فوق العمود الرابع، عمود فوق العمود الخامس، عمود فوق العمود السادس، عمود فوق العمود السابع، في الفراغ ده 2 عمود، 2 سلسلة كده، 7 أعمدة بقوا كام؟ 2 4 6 8 10 11 عمود، يبقوا بقوا 3، كانوا 3 وبعدين بقى 7 وبعدين 11 عمود. في الفراغ ده هعمل عمود واقفله قفله واحده، عمود واقفله قفله واحده، عمود واقفله قفله واحده، لفه واطلع من 4 حلقات 3 سلاسل، عمود واقفله قفله واحده، عمود واقفله قفله
واحده عمود واقفله قفله واحده لفه واطلع من الاربع حلقات وبعدين 2 سلسله وهكذا. هنا اهو 2 عمود، عمود فوق كل عمود من السبعه، واتنين عمود في الفراغ، 2 سلسله، وهنا هعمل المجموعه اللي انا بعملها عادي. تمام، دي لغايه ما يكبر اسمها ايه الوحده تكبر خالص. يعني ممكن تعمليها كوحده بس صغيره وتجمعيها وتعملي منها السكارف، او تعمليها وحده اكبر شويه وتعملي منها شال، او تكبريها خالص وتبقى مفرش سفره، او نعملها خديه. في حاجات اختيارات كتير جدا، قولوا لي رايكم في التعليقات وانا ان شاء الله انفذ لكم اللي انتم حابينه. هكمل انا بقى الوحده زي ما المقاس اللي انا عايزاه. وبكده يا حلوين هنفضل نكبر لغايه المقاس اللي انت حباه. طبعا انا اكتفيت بكده لان انا هعوض عايزه المقاس ده مقاس الطاوله. انت تقدري تكبري بقى لغايه ما تعملي سفره او مفرش سرير زي ما قلت لك في اول فيديو، ان انت هتعملي بخيط قطن او خيط اكريليك، وسهل وسريع مفيش اسهل من كده. يلا بسرعه وريني تطبيقاتكم والحاجات الحلوه اللي انت بتعملوها، واستنوا مني المفرش هعمل لكم نفس الفكره بس على وحدات، عشان انا عملت دلوقتي قطعه واحده. الناس ما بتحبش الوحدات، وهعمل بقى وحدات للناس حبيبتي بقى اللي تحب وحدات. كلكم حبايبي، تمام. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.